السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا في المحاضرة الأولى عن مثلث فولك. هذا المثلث اللي هو أول ما نجيب الراسب بدنا نعرف هل هو يعني أصله ساند، أكثر ساند أو أكثر سلت أو أكثر مد، أو هل هو مد سلت، هل هو مد، هل هو سلت. هذا يطلع لنا نوعية الراسب من خلال حساب النسب حقت الرواسب. أخذنا الراسب، وزننا العينة، وضعناها على الجهاز حق الشيكر. الجهاز حق الشيكر وزع لي العينة على السيفز. كل سيف من دي السيفز له وزن معين من الرسوبيات من الوزن الأساسي اللي وزناه للعينة. بنلاقي مثلا نسبة 20% من الصغير، 5% من الكبير، 30% من الصغير جدا، دقيق جدا في حجم الحبيبات، وهكذا. عن طريق النسب نقدر ان احنا نطلع المثلث حق فولك ونعرف ايش الراسب. وعن طريق النسب ايضا نقدر نتعرف على البيئة. لما نعمل الهيستوغرام، عن طريق الهيستوغرام نطلع البيئة الرسوبية بالنظر إلى التشابه في أحجام الحبيبات في الهيستوغرام وأنواع من الهيستوغرام اللي تميز كل بيئة. بعد ذلك بنستخدم الفاي مع الكميوليتيف ونعمل الكيرف حق فولك. وعن طريق الكيرف حق فولك نقدر نطلع فاي 5 وفاي 16 وفاي 84 و20 وفاي 95 وإلى آخره. هذه الفاي راح نستخدمها علشان نسوي مواصفات الراسب اللي هي السورتينج والسكوينيس والكورتيسيس، ونطلع كمان منها الستاندرد ديفيشن، جميع هذه المواصفات. وبعد ذلك عن طريق هذه المواصفات نشتغل على اللي هو سوهو. ناخذ هذه المواصفات ونسوي العمليات الحسابية عن طريق سوهو حتى نتعرف على البيئة الرسوبية. هذا سويناه في المحاضرات السابقة. محاضرة اليوم اللي راح نشتغل عليه اللي هو شكل الحبيبة، وصف لشكل الحبيبة. فلوصف شكل الحبيبة، الحبيبة طبعا لها شيب معين أو شكل معين، إما يكون شكله كروي أو شكلها مكعبي كيوبيك، أو ممكن تكون بشكل صفيحة من الصفائح، يا صفيحة صغيرة يا صفيحة متطاولة، أو ممكن تكون بروليت أسطوانية أو رود شكل مكعب متطاول أو مستطيل. فهذه أشكال نصف بها الحبيبة أو الشيب. أوف سيليمنت. طيب، في بعض القوانين اللي نجليها حتى إحنا نقدر نوصف هذه الحبيبة. أول شيء، إذا كانت اللينث اللي هو الطول يساوي العرض ولكن ما يساوي الثيكنس، العرض لا يساوي الثيكنس، معناته هذه الحبيبة حتكون يا تكون يا إما قرصية بالشكل هذا يا إما مستطيلة شبه مستطيلة، نسميها كلها أوبليت. إذا كانت من الشكلين هذه نسميها أوبليت. إذا تساوى الطول مع العرض مع الثيكنس هذه نسميها إيكوالت، اللي هي شكل المكعب ده أو الكرة. إن كان الشكل متطاول بالشكل هذا لا يتساوى فيه الطول ولا العرض ولا السمك، معناتها هذه نسميها بليدد. إذا كان الطول لا يساوي العرض يساوي السمك والعرض يساوي السمك، هذه تكون إيش؟ بروليت. طيب، وفي رينج، في رينج على اليسار نسميه رينج حق الاستطالة اللي هو إلونجيشن، من 0 إلى 1، من 0 إلى 0.66 هذا الرينج
0.66 في اللونج، حيطلع لي يا سي يا دي. فوق 66 خلاص حيكون يا اي يا بي، 66 الى 1. في تحت الرينج حق الشورتج من 0 الى 66 حيكون هنا يا بليدد يا اوبليت، فوق ال 66 حيكون يا ايكوانت يا بروليت. خلينا نشوفه. طيب علشان نطلع الالونجيشن والفلاتنسس راح نستخدم هذه الخطوط اللي حنوريكم اياها كيف حنستخدمها. حنستخدم هذه الخطوط وحنستخدم معادلتين. المعادله الاولى نسميها معادله الالونجيشن ريشيو، اللي هي الاي نقسمها على ال، تمام؟ طيب فين بعد ما نقسمها فين نحطها؟ حنحطها عن طريق الخطوط دي. الالونجيشن فين؟ هذا الالونجيشن، هذا الريشيو حق الالونجيشن اللي هو من صفر الى واحد. فين الخط اللي مدرج حقه؟ هذا، هذا الخط مدرجه تحت الى اعلى، تمام؟ المعادله الثانيه الفلاتنس ريشيو، نقسم الاس على الاي هنا راح يطلع لنا ايش؟ الريشيو حقه على الخط هذا. شايفين الخط اللي تحت؟ الشورتج او الانترميديت او نسميه الفلاتنس ريشيو اللي هو اللي تحت، تمام؟ وهذا هو الخط حقه. تفضل يا فيحت، كان بيسال دكتور المعطيات الثابته هذا حقت الاس والاي والال، هذه انت تقيسها. نعم، معطيات، هنا حديك معطيات انت تشتغل عليها. هذه انت تقيسها، تقيس الطول، تقيس العرض، وتقيس السكنس. تمام. طيب خليني احط لكم كالكوليتر عشان نشتغل عمليه الحسابات. طيب احنا حنشوف حاجتين في نفس الوقت، حنشوف هل حتنطبق المعادله، وحنشوف هل حتنطبق هذه القوانين والشروط اللي احنا حاطينها حتى التساوي. اول واحده اللي احنا شايفين الاس 1.3، الاي 1.5، الال 3.8. الاس والاي كانها تقريبا قد بعض. متى تكون الاس والاي قد بعض وما تكون قد الال؟ هنا ال، لا مش هنا، هنا تحت. الثلاثة غير متساوية، يا إما حتكون ثلاثة غير متساوية بليدت، يا إما حتكون هنا بروليت. ال ما تساوي الاي والاس، الاي والاس تقريبا قد بعض. طيب خلينا نشوف. أول شيء يقول لك المعادلة الأولى I على L، نقسم الـ 1.3 على 3.8 قسمة 3.8 اللي هي يساوي إيش؟ 0.34. أية اللي حنحركه لتحت. ليش؟ لأن إحنا شغالين عليه على الإلونجيشن، الإلونجيشن اللي هو الأولى. حركة لتحت. ال 34 فين؟ أقل من ال 60 ولا أكثر؟ أقل. إذا حتكون تقريبا في النص، أي مكان. ما دام أقل من ال 66 في أي مكان. إذا يا حتطلع بليدت يا حتطلع رود بروليت. خلاص ما دام الخط هنا هذول فوق حنلغيهم من دماغنا. يا دي يا دي. تمام؟ طيب. الآن نجي نشوف المعادلة الثانية، نقسم الاس على الاي. طيب الاس اللي هي 1.3 نقسمها على الاي اللي هي 1.5. طلع لي 0.86. نمسك الخط اللي على اليمين، ال 86 أكثر من ال 66 ولا أقل؟ أكثر، خلاص على طول نجي اللي بعده. إذا العينة الأولى المفروض تطلع معايا ايش؟ رود بروليت. خلينا نشوف ايش قانون الرود بروليت. الرود بروليت ايش يقول؟
يقول إنه الإل اللينث لا يساوي الآي ولا يساوي الإس، والآي والإس متساويين. الآي والإس 1.3 1.5 تقريبا متساويين، مو شرط يجيك بالضبط، تقريبا متساويين يعني 2 من 10 تقريبا متساويين. فإذا العين اللي عندي تقريبا رود رولات. خلينا نتأكد هل الكلام ده صحيح ونشوف الجواب. بالفعل رود رولات، إذا إجابتنا صحيحة. طيب نروح للعينة الثانية، نرجع ثاني مرة ننزل هذه تحت ودي دي على اليسار. نروح للعينة الثانية. تفضل دكتور. ممكن ما أسوي هذا كله، بسمع المعطيات أشوف، يعني عندي راح الصوت حقه. الصف الثاني يظهر عندي. الصف الثاني. أنت فضل أنك تطبق المعادلة، أنت ممكن تحسبها في دماغك، لكن فضل أنك تطبق المعادلة عشان تتأكد أن كلامك صحيح. مو شرط تستخدم القوانين، قوانين مو شرط تجيك 100%. أحيانا القوانين يجي شيء واللي أنت حملته شيء ثاني، فلذلك حاول انك انت تطبق المعادله عشان تتاكد. لو حصل اختلاف ما بين المعادله وما بين القوانين ترجع تعيد القياسات، احتمال يكون عندك انت خطا في القياسات. تمامية. طيب خلينا نشوف اللي بعدها. اللي بعدها عندي ال L وال I متساويين ولا يساوي ال S. المفروض تطلع عندي اوبليت ال L وال I متساويين ولا يساوي ال S. خلينا نتأكد. نجي على الحاسبة ونبدأ عملية الحسابات. طيب الأولى I على L معروفة 1.7 على 1.7 يطلع 1. نجي نمسك هذا اللي تحت طلع لي رقم 1، يعني فوق هنا في هذا الرينج. طيب ما دام الواحد فوق ال 66 يعني حيكون يا دي يا دي يا ديسكويد او حيكون ايكوينت. طيب اقسم 1.7 لا حنقسم ايوه ال 0.7 على ال 1.7 حنشوف كم تطلع 0.7 قسمت 1.7 حيكون فاصلة 4 اللي هي أقل من الستة. نجي نحرك على اليمين ده في أي مكان أقل من الستة، فالعينة اللي عندي طلعت ديسكويد أوبليت. كيف الديسكويد أوبليت؟ ال L يساوي ال I، ال L يساوي ال I لا يساوي الثيكنس لو ال S. بالفعل طلعت رود أوبليت. خلينا نتأكد من إجابتنا صحيحة ولا لا. بالفعل الحل الثاني طلع رود أوبليت. الحلة الثالثة، الثالثة S والI متساويين، الـ S والI متساويين ولا يساوي الـ L، على الرغم أنه تقريبا يعني شبه متساويين الثلاثة، بس برضو خلينا نطبق ونشوف. هي هنا مجرد 2 من 10 الفرق، خلينا برضو نجرب ونشوف وين تطلع معنا. أول واحدة اللي هي الI على الـ L، الI على الـ L 0.5 على 0.7 0.5 قسمة 0.7 هيطلع لي 0.7. فين الخط حقنا؟ 0.7 يعني فوق. أول شيء الآي على ال، أيوة الآي على ال 0.5 0.7 هيطلع لي فوق ال points. مضبوط فوق. الآن نجي للخط الثاني اللي هو S على I 0.5 على 0.7 هيطلع لي برضو فوق أكثر من الواحد. طلعت النتيجة أو equant. خلينا نتأكد هل هي equant، إن هم تقريبا الثلاثة متساويين. خلينا نشوف الحل، هل حتطلع بالفعل متساويين الثلاثة؟ طلعت بالفعل إيش الحل؟ equant، لأنه الثلاثة شوف بينهم 2 من 10،
فهو اعتبرهم الثلاثة متساويين. طيب نجي لآخر واحدة. آخر واحدة هنا عندي مختلفة مختلفة مختلفة، أكثر من ثلاثة من عشرة تقريبا مختلفة، ثلاثة مختلفين المفروض تطلع لي بليدت. طب خلينا نقسم الـ I على الـ الـ 0.6 على 1.4 يطلع غالبا، هنسويها على طول 0.6 قسمة 1.4 هيطلع أقل من 66، أيوة 42. طيب إذا الخط الأول 42 هنا مكان وأقل من 66. طيب الخط الأول معليش هذا هو أقل من 66، فحطلع يا دي يا دي، خليني عشان لا ألخبطكم أطلع الخط الثاني برضه. طيب بعد كده راح نقسم الإس على الآي اللي هي 0.3 على 0.6 راح تطلع لي نص، النص هي أقل من 66. فالنتيجة عندي المفروض تكون بليتد اللي هي مختلفة، الثلاثة كلهم مختلفين I والS والM هم متساويين. خلينا نتأكد من نتيجتنا، بالفعل طلعت إيش؟ بليتد. طيب هذا القانون الأول اللي عملناه كان القانون اللي طلع لي الشيب شكل الحبيبة. الآن رح نأخذ شيء تاني اسمه الاستدارة، استدارة الحبيبة، وقانون يسمى قانون وادل. وادل سنة 1932 عمل القانون ده، بده يحسب استدارة الحبيبة، قديش كمية استدارة الحبيبة. أخذ وادل الحبيبة ورسمها قدامه، وبعد كده عمل دائرة كبيرة ودوائر صغيرة. الدوائر حقت وادل، الدائرة الكبيرة هي عبارة عن دائرة تماس جميع حواف الحبيبة، بحيث انه وهي ماشيه الدائره يعني تترسم باكبر قدر ممكن، وفي نفس الوقت يجب ان تمس حواف الحبيبه. اكبر دائره منتظمه تقدر ترسمها وتماس جميع حواف الحبيبه هذه تسميها ار ماكس، تسميها ار ماكس اللي هي الماكسيمم، اكبر دائره نقدر نسويها اللي هي الار ماكس. أكبر دائرة نقدر نسويها تماس حواف الحبيبة نسميها الار ماكس. طيب وبعد كده قال كل منطقة فيها حواف أنا راح أرسم عليها إيش؟ دائرة. يعني شوف هنا وفي نتوء أو بروز، في بروز على الشكل الدائري، هذا بروز صح؟ هذه الحين دائرة اللي هي الار ماكس. إيش البروز اللي عندنا؟ دي المنطقة فيها بروز، فسوى دائرة، أكبر دائرة يقدر يسويها على هذا النتوء. جاء هنا لقى بروز عن الدائرة، أخذ المنطقة دي عمل دائرة ثانية، بعدين لقى هنا نتوء آخر سوى دائرة ثالثة. النتوء الدائرة لازم تماس الحواف، لقى هنا في شبه دائرة صغيرة سوى دائرة صغيرة هنا رابعة. طيب وممكن يسويها بالطريقة دي، يعني ممكن يسويها بالطريقة دي، أهم شيء إنها تكمل دائرة. شوف كده تمام، سوى مجموعة من الدوائر على النتوءات بحيث انه كل نتوء او كل بروز ياخذها بايش؟ بدائرة. خليني امسح هذا تمام، ناخذ تمرين. هذه الخطوة الأولى، طيب بعد كده نزل قانون اسمه سيجما ار ماكس ار اي على ان قسمة ار ماكس، وسماه قانون الراوندنس. ايش شرح هذا القانون؟ شرح هذا القانون هو يقول لك انه سيجما، كلمة سيجما معناته مجموع، كلمة سيجما هذه معناتها مجموع. مجموع ايش؟ مجموع ار اي. ايش هي ار اي؟ الدوائر الصغيرة دي. مجموع الراديوس اللي هو أنصاف أقطار الدوائر الصغيرة، مجموع أنصاف أقطار الدوائر الصغيرة قسمة إن. إيش هو إن؟ عددها، عددها كم دائرة صغيرة عندي أنا هنا؟
واحد اثنين ثلاثة أربعة. يعني الـ N هذه إيش تساوي؟ تساوي أربعة. فإذا القانون إيش يقول؟ مجموع RI، مجموع الراديوس حقها أنصاف الأقطار قسمة عددها. انتبه إنه نصف القطر. يعني لو جبت لك مثلا أنا سؤال وكتبت لك هو بالطريقة دي، القطر مو قلت لك نصف القطر، قلت لك القطر كامل يساوي 10. فأنت ما تجمع اللي هي كعشرة، تجمعها كخمسة. يعني نصف القطر إيش؟ خمسة. وهو يقول لك مجموع أنصاف الأقطار قسمة عدد الدوائر، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب خلينا نمسح هذه. الناتج كله قسمة إيش؟ قسمة نصف قطر الآر ماكس اللي هي الدائرة الكبيرة. خلينا نطبق هذا القانون اللي يتكلم عليه. ناخذ الكالكوليتر نطبق هذا القانون. نجمع اول شيء ايش؟ سيجما ار اي. ايش هو الار اي؟ اللي هي انصاف الاقطار. 188 زائد 199 زائد 304 زائد 336 يساوي 1027. ال 1027 دي اللي هي ايش؟ ال ار اي سيجما ار اي اللي هي 1027 قسمه ايش؟ عددهم. كم على الدائره عندي؟ 1 2 3 4 ما لنا بالار ماكس بس الصغار 4 قسمه 4 يساوي 256.75. طيب يعني الناتج اللي فوق ده 256.75 قسمة ايش؟ R max اللي هي الR الكبيرة نصف قطر الدائرة الكبيرة اللي هو 642 هنقسمها على 642 يساوي 0.399. ايش هستفيد من الرقم ده؟ هذا رقم الاستدارة، تمام؟ هنستفيد منه مع عالم ثاني اسمه ريويس. ريويس عمل جدول. هذا الجدول يوصف جميع الحبيبات، جميع ارقام الحبيبات اللي تطلع من معادله وادر. وحط رينج لعنده من 0.1 الى 0.17، هذه حتكون فيري انجولار. ان كان من 0.17 الى 0.25 انجولار، سب انجولار، سب راوندد، راوندد، ويل راوندد. احنا اللي عندنا طلع ما بين 35 الى 0.49، فمعناته الحبيب اللي عندي سب راوند تحت مستديره، تمام؟ يا حيكون بالشكل ده يا حتكون بالشكل ده، على حسب ريويس. جاء بعده عالم اسمه رايلي ايضا قال عن طريق الوصف المعملي النظري انت تقدر تحدد حاجه ثانيه، الاسفيريتي الكرويه، هل هي كرويه جدا او كرويه بشكل بسيط، يعني هل هي تكور كبير او تكور بسيط. الحبيبه اللي عندنا زي ما احنا شايفين كانت ايش؟ تكور عالي، فحتكون سب راوندد هاي اسفيريتي. تمام يا شباب؟ فهذه وصف الحبيبات، وصفنا الان الاستداره، وصفنا التكور، وصفنا الشكل. وكده خلاص انتهينا من جميع العمليات اللي أجريناها على العينة الرسوبية اللي عندنا. طيب في أي سؤال يا شباب؟ إلى هنا. السلام عليكم يا دكتور. انتهي جزء الاختبار الدولي. إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الموعد راح يكون الاختبار الدولي. الوقت المفروض الساعة 1 لكن احتمال يكون الساعة 5. خلونا أعطيكم الكلام الأكيد إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. يا دكتور. اي تفضل. دكتور احنا عندنا يوم الاثنين الجاي فيزياء. الفيزياء عندكم اعتقد الساعة 2 صح؟ او 1 و2 تقريبا. هنا. دكتور انه الفيزياء ما شاء الله مادة مرة دسمة فيبالنا كمان تركيز فيها، لو يمديك انت دكتور يوم ثاني يكون افضل. ممكن نأجل الاختبار وممكن ندي موعد ثاني، لكن هو بصفة عامة. نعم.
بصفة عامة غالبا حيكون الأسبوع القادم. متى الأسبوع القادم؟ أنا حديكم التأكيد، إحنا حنشوف موعد يكون مناسب علشان في اختبارات دورية حقت المواد العامة، فاحتمال نخليها يوم الخميس واحد اختبار للجميع، احتمال مرة نأجل أفضل أسبوع أقصد كامل نخليه الأسبوع اللي بعده. إن شاء الله بإذن الله. إن الله شاء الله يعطيك أخي، العافية. بس أنا إيش قلت لكم؟ عشان تذاكروا، ذاكروا الجزء هذا، تمام راجعوا المحاضرات اللي إحنا أخذناها جميعها دكتور، وذاكروها من جديد، خليكم جاهزين. نعم تفضل. الاختبار يكون